اهلا بيكم في حلقه جديده من المهزراتيه. الاب يا على الاب اللي ما مديلوش حقه. حلقه النهارده هي رد للجميل. عايزين نقول لكل اب قد ايه دورك مهم في البيت، قد ايه دورك مهم في حياتنا. علشان كده حلقه النهارده الاب فيها حب يختبر ابنه ويسمع كده بقى، يسمع قد ايه ابنه بيحبه. ربنا يستر. هو قال لك هستناكي فين؟ هو قال لي ان هو جاي هنا على طول. طيب ماشي اوكي، اظن ان هو قريب مننا. ماشي. وادي فرج، وادي الاثنين الممثلين معانا. عايزكم بس يا جماعه تبتدوا مع واحده واحده كده عشان الموضوع مش سهل خالص يا استاذه انجي. تمام؟ ايوه تمام. ماشي. تقريبا هو اللي هناك ده. اتفضل اتفضل. خش اركب، خش خش خش، تعال لنا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا سلام. هو انت؟ انا. عامله ايه؟ بخير الحمد لله. بصراحه كده عشان ندخل في الموضوع على طول، انت عارف ان انا ما عنديش وقت. والله ايوه احبك وانت بتخشي في المواضيع، احبك وانت بتخشي في المواضيع. انت عارف كويس قوي ان انا وباباك شركاء في الشركه، وعارف ان دي حاجه معروفه، وعارف ان انا ليا النسبه الاكبر في الشركه. وعارف علاقتنا ببعض كويس. تمام. انا وباباك بصراحه كده كنا متفقين على الجواز، وهو رفضه الوحيد ان انت رافض، وان اخواتك كلهم موافقين. انا جايباك النهارده علشان اعرف سبب رفضك ايه. بس الحزام الكلام ده خلصناه من فتره على فكره. ما انا عارفه، بس احنا بنعيد من الاول نفس الحوار علشان نشوف طلب حضرتك ايه. انا ماليش طلبات، ابعدي عنه بس. ولو ما بعدتش كده كده هو مش هيوافق غير لما انا وافق. اوكي، وانت طلباتك ايه بقى عشان توافق؟ ما لسه قايل لك من شويه انا ماليش طلبات، انت بعيدة عنه بس. اظن ان كل واحد في الدنيا دي ليه طلبات. قصدك ايه يا هنشة؟ قصدي ان انا عارفه كويس قوي ان انت باباك قافلها عليك شويه ومش بيديلك الفلوس اللي انت عاوزها، ويمكن ده يكون السبب اللي مخليك يعني تعقد الموضوع. فشوف انت عايز كام. هو بيحكي لك بقى تمضينا. انت عارف كويس قوي احنا علاقتنا ببعض عامله ازاي. انت بتقولي شوف انا عايز ايه؟ شوف انا عايز ايه؟ معلش تاني. شوف انت عايز كام. انت بتهزري بقى. لا انا ما بهزرش، وخلي في علمك على فكره عرضي مش هيتكرر تاني، دي فرصه كبيره قوي بالنسبه لك. لا انت شكلك اتجننتي ودماغك يعني بتلعب. جاي بتساومين انا يعني ولا ايه؟ شايف في نفذه او في حاجه. ايوه فرج بقى شويه شطه، بقى شويه شطه. ف سامع صوت وسامع نرفزه وسامع حاجات كده، ف هو مش شايف الموضوع بصراحه في حاجه تنرفز. ثواني يا فرج. ادي له فرصته يفكر. استاذ زياد يا ريت قبل ما ترد تحاول تحكم عقلك في الموضوع، وخلينا عمليين بشكل اكتر. يعني عمليين في ايه بالظبط؟ انت بتهرج ولا ايه؟ وبعدين ايه، انا مش فاهم ازاي الناس دي بتتدخل اساسا. انا عرض عليك فرصه مش هتتكرر. يا ريت تفكر يا استاذ زياد، الموضوع يستاهل. صدق اظن يا زياد ان مفيش وقت. هيستاهل ايه؟ انت عايزاني عايزاني انا اعمل حاجه انا مش موافق عليها اساسا؟ بقى لي زمن مش موافق عليها، جه اوافق عليها فجاه. انا ممكن افهم، بس هو انا عرض عليك فلوس مش عرض عليك ان انت توافق ببلاش كده. هو ايه المشكله؟ طيب هي يعني بص لها هتلاقي الموضوع انت كسبان والله. شوف هتلاقي يا نفسك خلصت المبلغ اللي انت عاوزه واحنا هنتفق عليه، ما تقلقش. هتلاقي نفسك خلصت من والدك اللي قافش عليك وفي نفس الوقت طلع لك بمكسب. قافش عليا؟ يعني شوف انت بقى مشيتك، انت ماشي ازاي في. انا حاسس ان انا قصتي معروفه عند كل الناس. ياه ده انت يعني تقدر تقول يعني يعني تقريبا يعني احنا عارفين ان الدنيا ناشفه قوي يعني. فاعتقد الموضوع هيبقى في صالحك لو فكرت فيه وحسبته بالعقل والمنطق. بلاش المشاعر، ايه هي اللي تحكمك؟ فكر هتلاقي الموضوع يستاهل. بص يا حبيبي انا ما بفكرش، وفكرت من زمان الموضوع ده منتهي اساسا. 50,000 جنيه يا زياد. 50,000 ايه؟ انت بتهرجي صح؟ لا ما بهرجش. طلباتك طلباتك بصراحه انا شايف انك
يعني فكر لها كده بطريقه منطقيه شويه وبلاش بس يعني مشاعر وبتاع ولا فلوس ايه وبتاع. فكر بس فيه، فكر ان انت قفش عليك ازاي، الدنيا قفش عليك ازاي. بس افكر في ايه؟ سياده انت عارف علاقتي بباباك كويس. انتوا بتهزروا صح؟ لا ما بهزرش. لا بتهزروا والله؟ لا انا اول مره اشوفك، مش ههزر معاك. ممدوح هو احنا بنهزر؟ استاذ زياد يعني استاذ انجي، احنا جايين مخصوص من سفر بعيد جدا، اكيد مش عشان نهزر يعني. يعني احنا جايين بنعرض عليك عرض اعتقد مش هتلاقي كتير زيه، ف محتاجين نفكر بشكل اهدى من كده وبشكل عملي، بلاش المشاعر تغلبنا. هو انت بتضحك ليه؟ لا الموضوع غريب قوي عليا. لا هو مش فلوس وبيع ابويا وقصه كده المهزراتيه. لا مش بيع ولا حاجه. بيع. انت ليه خدها بيع؟ محدش جاب سيره بيع. انت ليه خدها بيع يعني؟ احنا بس عايزينك تقنعه ان انت موافق. بس موافق على مين؟ الموضوع بس عليك انت. هو انا مش عاجباك ولا ايه؟ لا مش عاجباك، كان زماني وافقت من زمان اساسا. يعني مش عاجبك انت بس هي عاجبه باباك، وانت عارف علاقتهم عامله ازاي، فاحنا مظبوط يعني يا دوبك بنوفق راسين في الحلال مش اكتر يعني. طيب هو انا هعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه وهعيد عرضي من الاول. 50,000 جنيه كويس فلوس. فكر في مستقبلك يا ابني، فكر في مستقبلك وحكم عقلك. معلش استاذن حضرتك يا استاذ انجي، اتكلم مع الاستاذ زياد. ايه استاذ زياد يا ريت نتكلم بشكل اوضح من كده. ايه اللي يرضيك؟ ايه المبلغ اللي انت ممكن تقبل بيه؟ بص بقى او ايه العرض اللي انت ممكن تقبل بيه؟ انا من شويه قلت الموضوع ده هزار، تمام؟ من شويه قلت الموضوع ده هزار، حاسس بقى عمال يقلب بجد. لا هو اصلا بجد هو ما كانش هزار قبل كده. انا ولا مدير اعمالي ولا السواق بتاعي فاضيين ان احنا نفضل نهزر معاك. لا فلوس و اكيد مش هنسيب شغلنا علشان نيجي نهزر معاك. 50,000 قليل ولا ايه؟ انا لسه كنت حاسه انا حاسه ان هو مستاهل. عشان كده حلو كويس. ابتدينا نفكر بشكل عام. ما بتكلمش على الفلوس. ابتدينا نفكر بشكل عام. ما بتكلمش على الفلوس اساسا. 100,000 جنيه. ما بتكلمش على الفلوس. امال بتتكلم عن ايه؟ اكيد مش المبدا قتلك يعني. نتكلم عن عايز ايه؟ انت عندك شقه؟ رد عليا، عندك شقه؟ انتوا اكيد عارفين كل حاجه. لا انا الحاجات التفاصيل الزياده دي تقريبا استاذ انجي برضو ما عندهاش علم بيها خالص. ف ما عندناش. سؤال بسيط، عندك شقه؟ لا لسه. طب ايه رايك في شقه استاذ انجي؟ ممكن تكلمي معاه؟ ايه رايك في شقه يا زياد؟ انا قلت مش هينفع اعمل كده. انا عارفه كويس مش هينفع اعمل كده. وباباك رافض الموضوع، وظن ان انت معقد موضوعنا برضو بسبب ان هو رافض موضوعك، فكانك بالظبط كده بتردها له. فشوف انت بقى عايز ايه، تقنعه فيوافق على البنت فتاخد مننا شقة وفوق الشقة 100,000 جنيه. وظن ان ده عرض كويس. متهيألي شقة مش في اي مكان على فكرة يعني، دي في اخر اخر مشروع علينا يعني. ولا ايه يا فرد؟ الكومباوند بتاعنا. انا شايف بصراحة ان عشان تفكر. لا مش بتدخل بس لا. زي ما قلت لك احنا التلاتة يعني انا سواء بتاعها انا المصلحه واحده، المصلحه مشتركه. اظن ان لو فرج مكانك كان هيوافق ولا ايه؟ انا بصراحه لو انا اشتغلت طول عمري مش هعرف اجيب شقه. انت شايف اسعار الشقق بقد ايه اليومين دول؟ ممدوح برضو لو مكانك كان هيوافق. اي بني ادم قدام العرض ده لازم يوافق. هو انت متضايق ليه من حاجه زي كده؟ انا والدك بيحب واحده، علاقتك بباباك تتصلح، والبنت اللي انت بتحبها يوافق عليها، تبقى كل الاطراف مستفيده. هو في شكلك تتحل ومش هو في كله دلوقتي بيتكلم في الموضوع. خلاص انا ساكت. اهدوا شويه. ماشي انا هادي. اتكلم انت موضوع بالعقل. عرضي مش هيتكرر تاني يا زياد، شوف انت عاوز ايه واحنا نتفق. فتح مخك يا استاذ زياد. طب وابويا؟ طيب يعني ايه ابوك ماله؟ انا كنت رافض قبل كده. انت تكره ان والدك يعيش مبسوط؟ هيستغرب ازاي انا كنت رافض قبل كده وفجاه وافقت يعني. يا سيدي ربنا هداك يعني. ربنا هداك. انا لقيتك يا والدي مبسوط ولقيتك رايدها ولقيتك عايزها، فما اقدرش اقول لك لا. ما شفت مش هتقف قدام سعادته. بس هتلاقي ان هو بالعكس موضوع انت الكسبان، وهيلاقيك ان انت وافقت على حاجه هو هيرضى عليك. هيا زياد على فكره مش بنهزر. على فكره انا فاهم بس الموضوع مش داخل دماغي اساسا. خليه مش داخل دماغك. طب ايه اللي يخش دماغك؟ انا على فكره والله العظيم عايزك تنزل من العربيه دي طبعا بموافقه استاذه انجي الاستاذ، ان تنزل مبسوط بس مش هتنزل متضايق والله. فشوف انت مريحك ايه. واحنا لو قعدت تشتغل عمرك كله بعيد عن باباك وانت علاقتك بيه مش خالص كده، مش ممكن تعرف تشغل ايه؟ لا هتجيب شقه ولا هيبقى معاك 100,000 جنيه زي اللي انا فين يعني.
شغال مع الحاج. طب انت عارف مرتبك ده لو اشتغلت 10 سنين مش هتعرف تجيب شقه منه؟ غير مصاريفك غير مواصلاتك غير الكلام ده كله. زياد انت منه؟ عارف ان انا واللي عامله فيك اللي مخليك لغايه دلوقتي في الشركه. وان باباك كان عايز يطردك من كتير. ده من فتره كبيره. وانا اللي مخليك مكمل. من فتره كبيره الكلام ده. انا اللي خليتك تكمل. فشوف دنيتك ايه وشوف عرضي قدامك اهو متاح. وانا شايفه ان اي حد مكانك هيوافق على عرضي. وحد زي فرج ممدوح مدير اعمالي اكيد برضو لو مكانك كانوا هيوافقوا على حاجه زي كده. انا متخيل باباه وهو بيتفرج. ها شوف ناوي تقرر ايه؟ هتفكر في عرضي ولا هترفض؟ افكر في انتي مجنونه؟ لا لا عصبيه و... لا 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 استاذ زياد يا ريت انا مش فاهم هما بيتدخلوا ليه اساسا كلهم كده في برضه يا ريت تكون اهدى من كده ما احنا قلنا لحضرتك قبل كده يا استاذ زياد يعني طب يا شباب انا عايز افهم بس هو انت خلوه يكرر وعايزين يتكلم هو ما دام هو مش حابب حد يتكلم فخلوه يتكلم هو وانت انا الموضوع ده اسمى فول بالنسبه لي بس انا حاسس ان في اساسا لغه غريبه كده طب بقول لك ايه بتهزروا ولا بتتكلموا بجد ولا في ايه بالظبط والله ما في هزار خالص انا حاسس ان في حاجه غريبه اساسا ممكن اقولك حاجه اتكلم عملي سيبك منه اكلمنا انا احنا شباب زي بعضينا انت عندك كام سنه اسمع انا عندي 30 والدك 55 طب يعني ربنا يديله طول عمره بس يعني رجل بره ورجل جوه ف قصدك ايه يعني لا مش قصدي حاجه يا حبيبي بس انت كسبان والله العظيم انا ما بهزر فكر بس كويس وخلاص والدك يعني خلاص في مش شباب يعني اللي فات مش قد اللي جاي بالظبط استاذ زياد بالظبط ففكر فيها فكر فيها عملي والله العظيم ما بهزر فكر فيها عملي يعني انتوا بتتكلموا بجد اساس اه بنتكلم طبعا طبعا يعني احنا سايبين اشغالنا انت ليه فاكر ان احنا بنهزر دي صفقه يا استاذ زياد ولازم نخلصها قبل ما تنزل من العربيه ها قررت ايه شقة حط قدامك كده شقة حط قدامك مبلغ محترم يكون في رصيدك بكره الصبح في البنك بالسرعة دي يعني بالسرعة جاهزين كل حاجة ده هو زرار واحد انا حاسك ابتديت تبص انا حاسس ان في عصابة اساسا كده لا لا ولا عصابة ولا اي حاجة عصابة دي انا سواق و زي ما انت شايف استاذ انجي انا حاسس ان احنا ابتدينا نقرب المسافات ويبقى في مفيش وقت وقلت لك ان عرضي مش هيتكرر تاني انت قلتي قد ايه؟ انا قلت شقة في منطقة نظيفة جدا وراقية و100 ألف جنيه الكلام ده بجد يعني؟ شقة و100 ألف جنيه العرض عاجبك ولا ايه؟ أصل أنا شايف وشك ها ابتديت تتبسط أنا الحاجة الوحيدة بس أبويا هيعرف حاجة عن الموضوع هوبا ولا بتعملوا حوار ولا ايه بالظبط؟ اعتبر إن الكلام اللي قلناه ده كله بينا احنا التلاتة بس كده تعجبنا كلنا دماغك طيب يعني يا استاذ زياد انا شايف انك ابتديت تشاور عقلك وابتديت تتكلم في الصح وبالواقع فتمام انت كده حلو قوي فممكن يا استاذ انجي تاخدي الاجراءات اه طبعا هتعمل ايه دلوقتي حالا هتف ممدوح ممكن لو سمحت تروح بس للمكتب تحضر لي ورق الميتنج بتاع بكره منك لله مش قادر استنى جاي لك يلا هتعجبني دماغك كده انا تعجبني دماغك يا زياد والله انت مش متخيل دي الدماغ الصح كده انت وانت يا فرج قدام شويه في حد طبعا. هيطلع دلوقتي حالا علشان يخلص لنا الورق والاجراءات المهزراتيه ماشي يا استاذ انجي هنا اهو طيب هو مين ده المحامي بتاعي صباح الفل حمور عامل ايه؟ ذكر الرجاله البس الحزام حاضر استاذ انجي ممكن تفهميه هيعمل ايه بقى؟ عمرو احنا خلاص بخير الحمد لله عمرو احنا كده خلاص اتفقنا على كل حاجه وهو موافق على 100,000 جنيه والشقه حسبي الله فاحنا عايزين نخلص العقود حسبي الله علشان نلحق نوثق لا ما بيقولش حاجه خالص لا بس هو بيقول حسبي الله ونعم الوكيل هو قال كده بس هو قرر خلاص بيبيع ايه؟ مش تقولي بس زي ما سمعت مش هيبيع قوي يا عمرو تعالي صوتك ليه ده مين ده؟ عايز 100,000 جنيه وشقه تعالي صوتك ليه؟ بيع لي صوته ليه ده؟ هنتعب الاسلوب ده ما باشا اللي يجي على اتكلمش اللي يجي على ربنا يا عم بقك اقفله بقك اقفله بقك اقفله ماشي ما تكلمش المحامي بتاعي الاسلوب هو ايه ده؟ انا مش فاهم ماشي كنا لسه كويسين وعمال لك ايه يا اخي راجل غلبان يا اخي رباك ولا ما رباكش ما مش فارقه لا هو كده تمام مفيش تربيه ولا ايه؟ يا عم خلاص اخرس بقى انت كمان في ايه؟ ما تمدش ايدك طب اخرس ما تمدش ايدك خالص ما تمدش ايدك على السواق بتاعي ما تمدش ايدك على السواق اخرس
وهي اللي ما بدش ايدي. انت على فكره هو انت عارف ان انا ممكن ما اروحش؟ بقول لك يا عم اسكت بقى. انت وامثالك ممكن انزل على جنب. يلا تنزل تعمل ايه؟ مش عايز ال100 يلا 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 انا اهو نزله في ضلع. يلا يلا هو انت عبيط ولا انت؟ يلا يا عم نزلني على جنب انجز. هو انت مش عايز ال100000 جنيه؟ ما تقولش كلام اسكت. مش انت عليها اسكت عشان ادفنه هنا. ادفنه. اتفقت معاك على 100000 جنيه وشقه. انا ولا اتفقت ولا عملت اي حاجه. ولا اتفقت يا كلام. ولا اتفقت ولا عملت اي حاجه ولا شفتني اساسا ولا شفناك فعلا. بيقولوا له كده. بيقولوا له كده. ما انت يعني انا فاكرني استغربك. لازم تقولوا له هيصدقكم اساسا. فاكرني استغربك ان احنا ان انت بعتنا يا عم على جنب بعد اذنك. شكلك كده انجز على جنب. نوع على خناقه. يلا بس انا مش ورايا رجاله. انا عايز انزل. وطي صوتك يلا. ما تتكلمش معاهم كده. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. ده ابوك يا اخي. هو في ايه؟ ده ابوك يا اخي. مش عارف في ايه. جايب لي السواق وجايب لي ما اعرفش مين ده. كان في عقوق. في ايه؟ في عقوق. السواق ده محترم اكتر منك. انا بعت اذنك على جنب. بقك خلاص بقى خلاص. راضي راضي راضي. اهدى ادخل الحمام زي يا عم على جنب. هتبتدي تتعصب. هتبتدي يا عم عايز اركن. بلا عاملين فيك مقلب. عايز انزل. مقلب عاملين فيك. عايز انزل هنا. انا عايز انزل. ايه ده والله العظيم يا عم عايز انزل. طب انا والله اصبر 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 والله العظيم. مقلب والله العظيم. احنا بنعمل برنامج اسمه مهزراتيه في رمضان 2020. اقسم بلاد مصر والله ما يا عم نزلني على جنب. انا واقف على جنب. نزلني على جنب. انا على جنب بس افتح لي. لا لا مفيش فتح. استنى انا قافل العربيه يا عم. عايز انا قافل عشان لو في اطفال ورا. ابوك عامل فيك المقلب ده والله. ابوك هو اللي عامل فيا المقلب. انا ما بعتش حد. ما بعتش ايه؟ طب انا عايز اقول لك على حاجه ظريفه. شايف الدباديب اللي هنا دي؟ بص كده هناك هتلاقي دبدوب. الدبدوب ده جواه كاميرا صغيره. كل ده متصور. هيعرف للاسف. انا هو اهي. دي كلها فيها كاميرات؟ للاسف. ده كل حاجه متسجله لك. طب احنا كنا بنهزر معاك وباباك كان بيهزر معاك فاحنا ايه عايزينك تقول كل سنه وانتم طيبين كده وتقول نذيع علشان الدنيا تبقى حلوه. مش عايز ابويا يعرف الحوار ده. لا لا ما يعرف انك انت بتهزر. لا مش عايز ابويا يعرف الحوار ده. ما هزرش. مش هيدخلني البيت. مصر هيعرف ومصر كلها هتعرف. احنا بنقول ده هزار. لا مش عايز حد يعرف الحوار ده. خلاص يعني هيعرف ان هو هزار وهنوصل ان هو هزار وهيبقى الحوار ده. هنقول ان ده هزار والله. ده هزار. كل سنه وانت طيب؟ كل سنه طيب بقى. نذيع. رمضان كريم. نسمع نذيع. خد نفسك كده واهدى. لا الموضوع غريب والله. والله العظيم غريب. ما انت اللي وافقت على 100000 جنيه والشقه. خلاص بقى. لا انت هتهزر. لا ده هزار. هزار. نذيع. يلا جامد. كل سنه وانت طيب. بص بقى. بص على الدعاء ده. شايف ده ده؟ قرب 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 هنا. تعالى اهو. هتقول هنا؟ بالظبط. استنونا في حلقه جديده بكره من المهزراتيه. استنونا في حلقه جديده بكره في المهزراتيه. العب. 100000 جنيه خلاص بقى. خلاص خلاص. هزار هزار.